نحن مرضى الهيموفيليا في محافظة الديوانية، نعاني من نقص في المراكز التخصصية لهذا المرض ونقص في العلاج منذ 5 أشهر. نطالب بتوفير ردهة خاصة لمرضى الهيموفيليا، ونطالب بتوفير العلاج اللازم وشمولنا بالرعاية الاجتماعية. ناخذ العلاج، وهنا لا توجد لدينا ردهة خاصة بنا لزرق العلاج، نضطر أن نأخذ البيت ونزرقه. حالات وفاة العام الفائت أدى إلى وفاة 2 من المرضى، والأربعاء الفائت توفى 1 مريض من محافظة السليمانية. المرض وراثي، يؤدي نقص العوامل التخثر في الدم، يؤدي إلى تورم في المفاصل، وإذا أقل أصابة في المفاصل أو أي منطقة من مناطق الجسم يؤدي إلى الموت أحيانا. اليوم احنا كمنظمات مجتمع مدني ناشطين شاركنا بالوقفة التضامنية مع المصابين بمرض الدم الوراثي. مشاركتنا هي لمطالبة وزارة الصحة العراقية بتوفير العلاج للمصابين. العلاج منقطع مدة 5 أشهر. عندنا أكثر من 3000 مصاب في عموم العراق، 130 مصاب في محافظة الديوانية. وزارة الصحة مطالبة بتوفير العلاج وإنقاذ أرواح المصابين بهذا المرض. مرضى الهيموفيليا اليوم بين مطرقة الإعاقة والموت بسبب نفاذ كمية علاج في عموم البلاد. يتراوح عدد المرضى في عموم العراق 3500 مريض، وفي محافظة الديوانية أكثر من 130 مريض. اليوم يعني هاي الفترة الماضية حصل يعني نفاذ العلاج من الشهر الخامس أو من الشهر الخامس، وأدى إلى إعاقة العديد من المرضى بسبب النزف الداخلي الشديد بالمفاصل. وصارت عندنا حالة وفاة يوم الأربعاء الماضي في محافظة السليمانية بسبب النفاذ على مد أبرة واحدة. يعني اليوم بمركز محافظة الديوانية أبسط شيء إنه ريتها لما يريد ياخذ العلاج ما أكو، يعني مركز قديش كبرات اريتها للمرضى ماكو، يضطر المريض لاخذ العلاج يعني خارج المستشفى في المنزل. نطالب اليوم بتوفير علاج الهيمليابرا، علاج اكد فعاليته في الدول الاوروبيه، في دول امريكا، وفي دول الخليج. وابسط شيء انه الدول الفقيره اللي هي الاردن، سوريا، فلسطين قاعد تستعمل هذا العلاج اللي سعره يتراوح 6000 دولار للابره واحده شهريا، يضرب تحت الجلد يعني بدون معاناه شغله الوريد او كذا. اللي قاعد يوفرونه يعني سابقا اللي هو علاج الفاكتر، هذا علاج الفاكتر يحتاج المريض من 30 الى 60 ابره، واحتمال اكثر اللي عندهم انهبيتر، عندهم مثبطات بسبب يعني هاي النوعيه. يتراوح سعره من 200 الى 7000 دولار. يعني علاج الهيمليابرا يعني كلش يعني من ناحيه الوضع الاقتصادي كلش زين وزين للمريض واكد فعاليته. الشغله الثانيه انه احنا نطالب من وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه انه شمول مرضى الهيموفيليا برواتب الاعانه الاجتماعيه، اسوا بمرضى اللوكيميا والثلاسيميا. الشغله الثانيه بعد انه عندنا تحاليل او علاج طبيعي بالمركز ما اكو، يا ريتها ما اكو، يعني كل شيء ما اكو من عدم اي تعاون من قبل الاطباء ما عندنا. انا تعسفت انه ما كان دكتور علاج. ما عنده علاج صحه.